لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النادي الأهلي، النادي الأهلي يتقدم 1-0، الفرص موجودة من الجانبين، الرجاء ضيع انفراد في 0-0، وهذه الكرة فرصة الأهلي سجلت، وكرة الرجاء لأوضح في 6 أمتار راس ضيع حزريدة، وهنا الفرق في الشوط الأول 1-0 صنعته نجاعة النادي. يمشي كهرباء توصل كرة عرضية وسهلة للسنيتي، أوت كرة لأنس السنيتي، حلول الأهلوية واضحة طريق علي، يهرب كهرباء وسهلة للحارس أنس في إفريقيا لكهرباء. الكرة من 8 يمشي بالكرة وليد الصبار، يخرج الشناوي، جدا للنادي الأهلي، ملعوبة كرة أهلاوية والتسديدة والجول مش ممكن. أنس الزنيتي فسخ 1-0 للأهلي، الزنيتي فسخ كرة الشحات، ملعوبة فيها تسلل الله، تحط الكرة وديانج يشوط، ديانج تضرب في الجدار والدفاع، مرت صعبة لنادي الرجاء، وفي ترجي والوداد والراجا والاهلي وخطيره وشنو والشناوي الى كره من التمام، تمشي بالكره الشحات، الشحات وحده، شحات اثنين يركن حتى، والحارس زنيتي فسخها مش زريده، زريده من جديد حاول يشوط وكره بعيده، اوت ضربه مرمى للشناوي. رمضان وبعد سيطرته يسجل الهدف الاول، ولكن اوفسايد ام لا؟ نتاكد بفرحه، اوفسايد، اوفسايد على كهرباء، كهرباء خطيره جدا، هاني خطيره والدفاع يتصدى، وكره مشتركه واصابه الاثنين شلل لباس، اي كره النادي الاهلي يطلع الريتم، الاهلي يلعب بشراسه اجريسيف الان، وفي خطا وممكن انذار، فماش تسلل خطيره للنادي الرجاوي، والكره ضاعت، وفي تسلل في اوفسايد. في تسلل على يسري بوزوق، الانتظارات وكل شيء ممكن، والهدف الاول ممكن احمر مثل ما يكون ممكن اخضر، الكره ترجع من جديد، هذه خطيره، هذه ملعوبه، هذه خطيره، وكره مش ممكن الشناوي، هنا وقت اللي يبدا عندك حارس عملاق، يا الرجاء ماذا هدرت، يا الرجاء، يا الهبطي، يا زكريا ماذا هدرتم، فرصه كبيره جدا، خطا قادر قاتل من متولي، تمشي الكره لزكريا الهبورة في الشوط الاول، مش ممكن، شوط متكافئ متعادل، هي كوره النهيري والشناوي قال لا، هي كوره الزريق منطقة الجزاء، واحدة واثنين يعني كروشيه، يوزع الكرة وينه يا حسين؟ وينه يا حسين؟ حسين ما يكتبش الآن يا شحات. مصري مروان، قلت مروان، ترجع الكرة من عطية، عبد المنعم وخطيرة، طاح باش ياخذها بالراس، هذه هي كرة بالراس في الجازون، ماذا يفعل؟ هدودي ولا حركاس هذه؟ ترجع الكرة قاهري، كرة عن طريق علي معلول، ملا باس خطيرة جدا، وماذا أدرت سولية، عمرو السولية يضيع 1-0 بقطع النظر أوفسايد، ملا علي ومن سيشيل الليلة اليوم، تمشي كرة على القائمة الثانية، هذه خطيرة، زنيتي يخرج والدفاع يتصدى في اللحظة الصفر، مع ملعوبة كهرباء الخطير، كهرباء حلوة برشا، يمشي الشحات ومرت السلامات، يحب يعدي الكل، يحب يعد جدار الكازا كله بالراس وجول، 1-0 عبد المنعم، 1-0 عبد المنعم، القاتلة القاضية عبد المنعم فوق الجدار، يضرب كرة بالراس، أي توقيت يا سيد يا عبد الحفيظ، الأهلي يتقدم بالجول، 1-0 أهلاوي، 1-0 للقاهري، 1-0 المصراوي، 1-0 يا أصحاب الدار، من كرة تسلل الهربة والداخلة مش ممكن، سكر عليه، سكر عليه وكرة خرجت، اوفسايد تسلل، تشيحت لي ريقي وتعب لي في صوتي، ومن بعد يطلع اوفسايد، تي من الاول زفر وذي، كرة السولية، السولية في ظهر الدفاع بيرسي تاو، والكرة كانت خطيرة ومتفطن انس الزنيتي، ثاني ملعوبة كرة صعبة، يمشي بنتايك خطيرة والركنية للنادي الرجاوي، كورنر للراجل، كل البطولات والمنافسات، كرة خطيرة وكرة صعبة يا خابلة، فرصة كبيرة بشراوغة، ديانج واحدة اثنين حلوة خطيرة، جاب الثاني خطيرة جدا، والحارس انس الزنيتي، ركنية للنادي الاهلي، خطير النادي الاهلي، مسيد
خطيرة للثاني، خطيرة للثاني والثاني. النادي الأهلي عن طريق شريف أو فتحي، حمدي فتحي يسجل الثاني، الفتحي يسجل الثاني، الفتحي يأتي بفتح أهلاوي، الفتحي يسجل الفتح الأهلاوي 2-0 حمدي في الوقت القاتل. عادات الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. أجواء بعد صلاة العيد في مصلى وادي زمر، هنا أتواجد في حي المقاومة. اللهم تقبل للجميع ولجميع المصلين، تقبل صيامهم وقيامهم، وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير.